يلا، السلام عليكم. أنا هبة ماجد، طالبة بكلية الطب جامعة بافل. وصلنا اليوم للمحاضرة الثالثة من محاضرات الفارماكو دايناميك. طلاب، اللي راح نعرفه بهذه المحاضرة أول شيء هو مفهوم السيجنال أمبليفيكيشن. معناته الحرفي، إذا نجي نترجمه بصورة حرفية، معناها تضخيم الإشارة. يعني عن شنو دا يقصد؟ شوفوا طلاب، بس خلينا نقرأ أول سطر. قايل لي a characteristic of G protein linked and enzyme linked receptor is ability to amplify signal. هنا أوقفوا دقيقة واحدة واحدة. تذكرون إن شاء الله اللي أخذنا بالمحاضرة الثانية لما أخذنا عن ال G protein coupled receptor، ولما أخذنا عن مالة ال enzyme receptor شرحناهن بالتفصيل. إيش قلنا؟ قلنا بأنه اللي كان الليجند اللي يجي اللي سميناه هبة بالمحاضرة الأولى اللي بالبداية، قلنا هبة ممكن إنه هي تعبر من الباب اللي اعتبرناه ريسبتر، وإنه براها تتعب فراح تدز المرسال مالتها بيد أحد ثاني. تمام عيني؟ تمام. هذا الشيء اللي سوته هبة مو شيء نقدر نقول عبثا أو شيء مو زين، أو نقول إنه هي تعاجزت. هي صحيح تعاجزت، بس نتج عنا يا طلاب شيء كلش مهم وشي كلش حلو. زين، شنو هو؟ عبارة عن signal amplification. يعني شنو؟ خلي نرجع على المحاضرة الثانية وأذكركم في الشغلة. شوفوا عيني طلاب، تذكرون لما حكينا على ال G protein coupled receptor إيش قلنا؟ قلنا لما بالبداية أنا عندي receptor، وهذا الرسم اللي شرحناه، قلنا هذا الريسبتر اللي موجود عندي بالبداية، والدور راح يكون الجي بروتين قريب على هذا الريسبتر، على مود قبل لما يجيني الليجند المعين منه يجي يقدر يدخل لي انه براها الجي بروتين هو اللي راح يستلم المهمة، والدور هذا الجي بروتين راح يروح للفد انزيم اسمه أدينيل سايكليز، والدور من بعده راح يروح للسايكلينج اي ام بي، والدور من بعده راح يروح لي الى مثلا البروتين كاينيز بانواعه، ويسوي لي فسفره، يسوي لي الى اخره. يعني اذا نريد نشرحها نشرح على هذا الفيجر طلاب. شوفوا هنا عندي اني الجي بروتين، بغض النظر عن انه هو شنو نوعه، ما احكي على انواع، يعني مسلمني الاشاره، يعني هنا كاتب لي اياها. شوفوا طلاب، اما تكون نور أدرينالين أو أدرينالين، يعني whatever أي شيء هو يكون. طبعا هذا شنو؟ هذا عبارة عن الليجند، لأن إحنا قلنا ممكن إنه هو يكون النيورون ترانسميتر، ممكن إنه يكون دراج. تمام؟ فطب من خلال الباب مالة الريسبتر، والدور من وراها تلقى منه، تلقى جي بروتين. دور الجي بروتين وين راح؟ راح للأدينيل سايكليز، والدور من بعده هذا الأدينيل سايكليز أثر، أو الوظيفة الرئيسية مثل ما حكينا بالمحاضرة الثانية، إنه هو يحول الـ ATP إلى سايكلينج AMP، ودور هذا السايكلينج AMP يروح للبروتين كينيز وإلى آخره من هذه الأمور. هذه طلاب، هذه العملية كلها اللي حكيناها ملخص بسرعة هي اسمها signal amplification. يعني شنو؟ شوفوا طلاب، يعني نقدر نقول بأنه مثلا هذا الجي بروتين لما نراح يعني كصورة تقريبية طلاب، مو إلا تكون الأرقام صحيحة. تمام؟ كصورة تقريبية، مجرد مثال لا أكثر. مثلا نقول هذا الجي بروتين، نقول إن هو أثر لي على أدينيل سايكليز. تمام؟ وهذا الأدينيل سايكليز إيش سوى؟ مثلا أثر لي مو على سايكلين AMP وحدة، يعني ما حول لي بس ATP وحدة إلى سايكلين AMP، ممكن إن هو حول لي 10. تمام؟ وهذا السايكلينج AMP لما راح يشتغل على البروتين كاينيز، ممكن انه هو ما اشتغل لي على بروتين كاينيز واحد، ممكن انه هو اشتغل لي على 100. والبروتين كاينيز لما راح فسفر لي انزيمات والى غيره من هذه الامور، ممكن انه نعتبر يعني هاي عملية الفسفرة كلها من بعد السايكلينج AMP، ممكن انه هو نقول اثر على الف واحد غيره. فاحنا بلشنا نقدر نعتبر برقم واحد، والدور صار 10، الدور صار 100، الدور صار 1000 إلى آخره، لحد ما أدي الوظيفة المطلوبة. هذه العملية اسمها signal amplification، دا أضخم الإشارة رويدا رويدا. تمام عيني؟ تمام. فهسه خلينا نرجع على المحاضرة مالتنا هنا. شوفوا الطلاب، هو حجالي على منو؟ حجالي فقط على الجي بروتين، وحجالي على الإنزيم، لأن قلنا أنه إحنا الجي بروتين والإنزيم ريسبتر، دا أقصد على أنواع الريسبترات اللي معنية بهذا الاسم، إنه هي راح تبلش تنطي المرسال اللي شايلته
إلى أشخاص ثانيين، تمام عيني؟ تمام. يقول لي إلها القدرة إنه هي تسوي لي amplify للسيجنال، إضافة إلى إنه يعني شو نقول إنه هي تضخم لي هذه الإشارة بصورة عامة عن طريق إنه تسوي لي تأثر تسلسل الإشارات أو هيك شيء. هذا المصطلح طلاب، هذا المصطلح هذا هو اللي شرحته ستوني بالضبط، معناته تأثير تسلسل الإشارة، شلون الإشارة ذات تسلسلي من البداية لحد ما أوصل للشيء الهدف اللي أنا أريده، تمام يعني؟ تمام. يقول لي only fraction of the total receptor for a specific ligand may need to occupy. شوفوا طلاب، الشيء الحلو بهذه الشغلة، اوكي هسه انت بقيتينا انه هو دا يصير لسيجنال امبليفيكيشن، افتحناها هاي السالفة، زين وين الفائدة إله؟ ليش تواجد لي هذا الشيء؟ شوفوا طلاب، هو ليش موجود هنا؟ موجود هنا على مود نقدر نقول، شوفوا تذكرون لما قلت لكم انه الخلية بيها اكثر من ريسبتر، لما رسمت لكم الخلية الرسم الحلو مالتي بالمحاضرة الأولى اللي لا تقدون عليه رجاء، لما رسمت لكم الخلية قلت لكم بيها ريسبترات وهواية، تمام؟ لما أنا عندي هذه الظاهرة اللي هي signal amplification، شو معناها؟ معناها أنا ما له داعي أجي أشغل كل هذين الرسبترات، لا 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 لا، ما له داعي، ما له داعي. مثلاً أشغل بس رسبتر واحد أو كلش كلش رسبترات اثنين. ليش؟ لأن هذول الأشياء اللي راح تطب بيهن اللي هن الليجندات راح يبدأ يتضخمن، فبالتالي أنا ما له داعي أشغل كل الرسبترات، لا ما له داعي. تمام، لأنني دا أحصل هماتين على النتيجة القصوى أو الغاية اللي أنا أريد أوصل لها، تمام. فهنا شنو اللي يقوله يا طلاب؟ يقول لي أنا راح أشغل فقط جزء من الرسبترات اللي هي مرتبطة بالليجندات، فبالتالي أنا ما أحتاج إنه أشغل كل الرسبترات على مود أأدي الماكسيمال ريسبونس، الماكسيمال ريسبونس عفوا، تمام يعني؟ تمام. يقول لي يا عيني هسه إحنا هذني الرسبترات اللي انت يا هبة راح تشغليهن، تمام، هنا رسبترات على حالين عاديات، حالين حال الرسبترات اللي فهمناهن بأول محاضرات، زين هبة هذني الرسبترات اللي ضربت عليهن علامة اكس اللي هن اسم، يعني لو نصح لهن رسبترات ام الاكس لو شنو الموضوع مالتهن، حبايب نسميهن spare receptors، تمام. يعني ريسبترات سبير اللي سامعين، احنا مصطلح سبير يعني نقوله عندك فد شي سبير، يعني شي تخليه عند الحاجة، تمام، انك يعني اشياء موجودة عندك اكثر من الحاجة، يعني مثلا لما تريد تشتري لك بنطلون يقول خلي اشتري بعد واحد سبير، خاف هذا يصير بي شي او كذا، اوكي يعني؟ اوكي، يعني خاف يوم من الايام وحده من الريسبترات ما اشتغلت عدل، يابا هذني اللي احنا ضاربين عليهن اكسترا هذني مو ميتات ولا صاير بيهن شيء، بالعكس اشتغلن كل شيء ما بيهن، بس مجرد انه احنا نخليهن سبير، تمام يعني؟ تمام، اتوقع واضح يعني لحد الان. زين حبايب، مثال خلينا نشوف المثال اللي كاتب لي، يقول لي حوالي 99% من الانسولين ريسبتر، من الانسولين ريسبتر، يقول لي هن عباره عن سبير، اوكي؟ زين طلاب، لكن بالنسبة للرسبترات اللي موجودت لي بالهارت اللي اسمهن بيتا أدرينو رسبتر، وراح نأخذها إن شاء الله بالمحاضرات الجاية، السبير رسبتر بيها من 5 إلى 10%. شوفوا طلاب، هذا المثال يعني أنا أقدر أقولكم هو مجرد مثال وها هي قصة السالفة، بس خلي نجي يعني نتفطن له شوية ونشوف إنه إيش معنى بالإنسولين 99% بالرسبترات اللي موجودة بالهارت هي من 5 إلى 10%. شوفوا طلاب، القلب لأنها يدق، تمام، ما تمر عليك دقيقة لما القلب يدق، فعضلة تحتاج يعني نقول طاقة كل شهواية، تحتاج إنه هي تشتغل باستمرار، بين قوسين طلاب تحتاج إنه كل الخلايا تشتغل، بين قوسين طلاب تحتاج انه كل الرسبترات اللي موجودة على الخلايا او اغلبها، تمام، انه هي تشتغل، لان هي خلية قلب، انت وين تشوين الاستراحة وتجين تضربي لها على هاي اكس وتضربي لها على هاي اكس، ترى مو وقتش نهائيا، القلب دا يدق وخابص الدنيا وليل ونهار دا يدق وما لا يستراح اصلا، مو مال انك تخلين سبيرات
يعني عندك وما تستعمليه. لا عيني، لما تكونين انت خلية قلب يحتم عليك ان كل الريسبتورات مالتك تشغليهن، تمام طلاب؟ هاي الشغلة مهمة. بينما الانسولين ريسبتور اللي موجودة لي على يعني على الخلايا اللي انا من المفترض انه ادخل الها عفوا جلوكوز، فهاي ممكن انه تكون عدد الريسبتورات اللي سبير عندي ممكن انه يكون عددها 99%، لان انا الخلية صحيح هي تحتاج جلوكوز، يعني الخلايا اللي موجودة بباقي انحاء الجسم صحيح تحتاج جلوكوز، بس لا ضير انه هي تعتمد على باب واحد، لا ضير انه هي تعتمد لي على ريسبتر واحد، ما راح تنقلب الدنيا ولا راح تدمر الخلية عادي. بينما هذا الشيء اذا انا استخدمه ويا القلب ويا الخلايا اللي موجودة لي بالقلب، لا تنقلب الدنيا تنقلب. تمام عيني طلاب؟ تمام. فبالتالي طلاب شو يقول لي؟ يقول لي الريسبترات اللي موجودة لي بال يعني اللي موجودة لي بالهارد، انا من المفترض ان كلهن اشغلهن على مود شنو؟ على مود احصل على هذه الحركة السلسة للقلب والمستمرة وبدون انقطاع. تمام طلاب؟ فهذا كل اللي يخص السلايد الاول. زين، السلايد الثاني حاكي له على السبير ريسبتورز. شو يقول لي؟ يقول لي يا عيني لما يجيني اني، خلينا نغير اللون، شوف عيني، يقول لي لما يجيني الاكونس يرتبط لي بالريسبتور، اوكي، فهذا ممكن انه ينتج لي سلسله من الاحداث بالنهايه راح تؤدي لي الى فارماكولوجيكال ريسبونس، يعني ممكن انه تؤدي لي استجابه يعني اللي انا اريدها، الاستجابه الدوائيه. تمام يعني يقول لي هاي السيريس مالت الايفنت ممكن انه انا اسويه الامبليفاي، يعني اضخمها، تمام، على مود شنو طلاب؟ على مود انه كميه قليله من الادراك احصل عليها، او عفوا كميه قليله من دراج ريسبتور كومبلكس، وهذا شرحناه مات المحاضره الاولى هذا المصطلح، اوكي، انه اني احتاج كميه كلش صغيره من عندها. يعني شو معناته طلاب هذا دراج ريسبتور كومبلكس؟ خف احد ناسي، يعني هو مجرد انه لما دراج بطلب الريسبتور هذا اصيح له دراج ريسبتور كومبلكس، اوكي، ممكن انه اني احتاج كميه قليله من عنده، كميه قليله على مود شنو؟ على مود احصل على الماكسيمم ريسبونس. صارت كلش خابط. زين يقول لي يا عيني in this case بهذه الحالة لما أنا عندي maximal response أشوفها كمية كلش قليلة من الريسبترات هي راح تكون شلون نقول ما مشغولة بالدراج، وهذه الريسبترات اللي راح تكون ما مشغولة بالدراج، اوكي، ايش راح اصيح لها؟ راح اصيح لها spare receptor، وعرفنا عدد spare receptor يتباين يعني بنسبة معينة، بيرسنتج، ما حدد لي هاي النسبة كبيرة أو صغيرة أو كذا، لا ما حيتشال عليها. ليش؟ لأن قبل شوية قلنا إنه هنا 99% وهنا من 5 إلى 10%، تمام يعني؟ فبالتالي قبل كتاب لي بيرسنتج وها هي السكت، وهذه النسبة اللي باقية اللي ما مشغولة بالدراج مثلا راح أصيح لها سبير ريسبتر. إن شاء الله يكون واضح. زين طلاب، هسا نجي على مصطلحين جدا مهمات اللي هن الـ up regulation and down regulation of the receptor. زين، هذا شنو معناه طلاب؟ بأبسط ما يكون معناه إنه أني لما أسوي up regulation، شوفوا طلاب، يعني بأبسط ما يكون إنه ساعة إنه أني أزيد عدد الرسبترات وساعة إنه أقلل عدد الرسبترات. دقيقة طلاب، مو أزيد عدد الرسبترات وأقللهن، يعني أنا أجيب رسبتر جديد وأخليه، هو ماكو هيج حكي، لا، بس أقصد مثل ما حكيت قبل شوية قلت لكم بأنه هذه الخلية بيها أكثر من رسبتر، فأنا إيش راح أسوي؟ لما أريد أزيد عدد الرسبترات معناها أخليهن كلهن يشتغلن، تمام، أقولهن كل شن قومن واشتغلن، ماكو وحدة فيك شن تاخذ استراحة اليوم. لما أني أريد أسوي له داون ريجوليشن، لا راح أشغل لي مثلا هذني الأربعة وذني الثلاثة، راح أقول لهم أنت اليوم عشان إجازة ما راح أشغل شن، تمام؟ فهذا اللي أقصد بـ up regulation و down regulation، أوكي؟ هيج القصة. زين طلاب، شنو هسه اللي كاتب لنا يا هنا؟ يقول لي الـ up regulation increase in number of the receptor occur when the activity of the receptor
از لا ورداني اجوا زين. هسه حتقولون هبه هي كاتب لنا هنا انكريز النمبر اوف ريسبتر. صحيح طلاب، انكريز النمبر اوف ريسبتر اللي راح تشارك بالعمليه، يعني ازيد عدد الريسبترات اللي راح يقومن يشتغلن ويشاركن لي بالعمليه، تمام. او والداون ريجوليشن معناها اقلل عدد الريسبترات اللي راح يشاركن بالعمليه. هبه يا عمليه طلاب، العمليه اللي انا اريد اسويها مثلا اريد ادخل للخليه نيوروترانسميتر، اريد ادخل لها دراج الى اخره، ماشي يعني. زين يقول لي ايش وقت تحدث هاي الحاله؟ هاي الحاله تحدث انه لما الريسبترات الاكتيفيتي مالتهم تكون اقل من المعتاد. استواني خليه انشخبط هواي الصراحه. زين يقول لي لما الاكتيفيتي مالت هذه الريسبترات تكون اقل من المعتاد. زين مثلا مثال عليها، يقول لي لما انت عندك على فتره كلش طويله دا تنطين انتاغونست. ما افتهمنا، خلينا نقرا المثال ونفهم شنو قصده اكثر. طلاب يقول لي لما انت تاخذين بيتا بلوكر، اوكي، فراح تسوين اب ريجوليت المن للبيتا ادرينو ريسبتر. This if beta blocker is، شوف طلاب شنو بيتا بلوكر، شنو بيتا ادرينو ريسبتر، ما افتهمنا السالفه. شوف طلاب، القلب تمام بي ريسبترات اسمها بيتا، اوكي. زين هذه البيتا مخصصه انه هي تستقبل لي الادرينالين، تمام. زين دقيقه، الادرينالين شنو الوظيفة الأساسية مالته؟ طلاب الأدرينالين يخلي القلب يدق بسرعة، يخبصه خبيصة، يثبره، ثبيره يثبره، أي شيء يخلي عنده عرس، مو شو ما كان، تمام؟ تمام. فأني بعض الحالات المرضية، أوكي؟ خصوصاً إنه مثلاً يعني شخص قلبه يدق أزيد من المعتاد والفترات كلش طويلة، ما نطب بأمراض وكذا، لأن بعدنا إحنا ما داخلين بأمراض وما ندري شنو هن، بس خليك كمثال هيجي بصورة عامة جنرال. مثلا شخص قلبه يدق بسرعه لمرض معين، ما ندخل بالمرض. زين اللي راح يصير شنو؟ اللي راح يصير راح ينطو بيتا بلوكر. شنو هاي البليتا بيتا بلوكر؟ عفوا، هي عباره عن مجموعه من المركبات، مجموعه شوفوها هذا كاتبته هنا، مجموعه من المركبات الكيميائيه القادره على الارتباط مع مستقبل بيتا ومنعه من إطلاق استجابته الحيوية. يعني شو تسوي؟ يعني يابا أنت مو هذا القلب، شوف القلب دائرة، واو ما شاء الله. المهم هسه هذا القلب مالتنا، أوكي، بي هاي الرسبترات مال بيتا. فلما أخذ آني بيتا بلوكر اللي هي المركبات الكيميائية اللي راح تجي تقعد لي على هذا الرسبتر وتقفله، أوكي، تخليه ما يشتغل. يعني شنو؟ يعني ما تدخل أدرينالين للقلب، يعني شنو؟ يعني ما تخلي القلب يدق بسرعة، يعني شنو؟ يعني القلب تخليه يدق على كيفه، وبالتالي يستقر حالة المريض، تمام عيني؟ تمام. فأنا طلاب بهاي الحالة شو استخدمت؟ ترى ما استخدمت أغونست، ترى استخدمت أنتاغونست، لأن إجيت على فتشي ووقفته، إجيت على الريسبتر مالت البيتا، تمام، ووقفتها وقعدت عليها. مثل ما قلت لكم بالمحاضرة الأولى، قلت لكم لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل، اللي هو الأنتاغونست، تمام يعني؟ تمام، أتوقع صار واضح. زين بعد شنو اللي راح يذكر لي هنا طلاب؟ يقول لي يابا مثلا فالشخص دا يستخدم البيتا بلوكر لفترة معينة، أوكي، الفترة كلش طويلة، وفجأة قطع الاستخدام مالته، يعني مثلا نسى، ما منتبه، صار عنده ظروف كذا، تيه العلاج مالته ما أخذه. زين شنو اللي راح يصير طلاب؟ اللي راح يصير إنه راح تم تحفيز stimulation of the large of the number of the beta adrenal receptor، فبالتالي القلب راح يدق بسرعة ما تتخيلوها، يعني يثبر روحه ويخبص الدنيا خبيصة لما تقطع العلاج انت فتره. ليش؟ لان هاي الريسبترات طلاب هي صحيح قاعده عليها البيتا بلوكر، تمام، لما فد يوم ما تجيب انت بيتا بلوكر وتقعدها عليها، فهي شلون نقول على ريحه الادرينالين راح تشتغل قبل، فبالتالي لما تشتغل راح تخبص لك الدنيا وتثبرها وتخلي القلب يدق بسرعه، او يعني وتصير مضاعفات وهذه الامور، تمام يعني؟ تمام. فهذا شنو اللي أخذناه بالبداية؟ هذا الأب ريجوليشن، وضربنا مثال على البيتا بلوكر. زين هسه خلونا نجي على الداون ريجوليشن. داون ريجوليشن طلاب هو ديكريز بالنمبر مالت الريسبترات
ومو كعدد كعدد فعلي، لا كعدد بالعملية اللي داخله حتى تأدي لي الاستجابة المعينة. تمام يعني؟ تمام يعني هذني طلاب، هذني اللي قلنا ما راح نشغلهم ثنا التلافة. والله يعينكم على الرسم مالتي، يعني ما أقول غيرها. زين، هو عكس الاب ريجوليشن ماشي بالبداية. زين، إيش ممكن يصير طلاب هماتين لما أني أستخدم الفترة كلش طويلة أجونست؟ يعني شنو طلاب؟ يعني لما أني ألتزم بفد علاج أوكي وأظل أدخله للجسم، مو كأنتيجونست، مو كبيتا بلوكر يجي على الرسبتر يقعد ولا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل كل شيء ما يسوي لي، لا أجيب في التأثير مضاد. يعني مثلا قبل شوي لما أخذنا على الأدرينالين، ما بغض النظر عن انه ده ادخل القلب او غيره، لا مثلا ادرينالين اجيب فد علاج مضاد للادرينالين واستخدمه اوكي، مو يقفل لي الريسبتر ويقعد، لا وانما اجيب علاج مضاد له. ماشي عيني؟ زين، فلما اني استخدمه الفتره كلش طويله اوكي، يقول لي يا عيني لما اني يصير عندي داون ريجوليشن، يعني لما يصير عندي الطلاب داون ريجوليشن شنو معناها؟ معناها انه لما فد شخص مثلا، خلينا نضرب مثال، فد شخص معين ملتزم بفد علاج اوكي، وهذا العلاج ياخذه دائما باستمرار لاكثر من سنه او كذا، فالخلايا يعني شوفوا طلاب خلي اقول لكم فد شغله، الخلايا الريسبترات مالتها استجابه هاي الريسبترات مال هاي الخليه بالنسبه للاشياء المصنعه او بالنسبه للاشياء الخارجه من الجسم نقدر نعتبرها انها اقل من الاستجابه اللي موجوده بالجسم. يعني انت شلون نقول، مثل ما يقولون انك تفضل اخوك، يعني اخوك تعزه اكثر من الشخص الغريب، ليش؟ لانه هو اخوك منك وبيك، تمام؟ فنفس الشيء الجسم يستخدم هاي الشغله. اللي اريد اقوله شنو؟ اللي اريد اقوله يا طلاب انه لما اني دا ادخل اجونست معين للجسم، اوكي؟ وهذا الاجونست دا اخليه على فتره كلش طويله، ماشي؟ فشنو معناته؟ معناته انه هاي الخلية راح تفتكر انك مستمر على هذا العلاج، فما راح تجهز لك كل الريسبترات على مود تدخل هذا العلاج، لا والله، يعني تقول لك هسه مو اني هاي خلية، اوكي؟ مو هاي عندي الريسبترات، يا بنت اليوم هم راح تاخذ العلاج مالتني، انا راح اقعد ذني الريسبترات الثانيين ما خليهن يشتغلن، وشغل لك بس ذني، اوكي؟ فهاي الوقفة مالتها ذني الثانيين شو صحي لنا؟ صحي لنا داون ريجيليشن. تمام يعني؟ تمام. فيقول لي لما يصير انت عندك داون ريجوليشن، يعني لما ما اشغل هنا هوايه اوكي، راح يصير عندي في شيء اسمه دي سنسيشن، يعني الريسبترات راح تفقد الحساسيه اوكي لدراج معين. تمام عيني؟ وهذا ممكن انه يسبب لي تغيرات فيزيائيه وكيميائيه، واذا هذه الامور، وراح تسبب لي فتحاله جدا جدا مهمه اللي اسمها تاكيفلاكسيس. شو اسمها؟ تاكيفلاكسيس. شوفوا طلاب، يقول لي هو عبارة عن مصطلح يصف الانخفاض الحاد والمفاجئ في الاستجابة للدواء بعد تناوله. يعني الدواء بعد ما راح يستجاب لكل، يعني لما الدواء يجي يريد يطب ما راح يخلي كل الريسبترات انه يقفل اجلالا واحتراما يقول له تعال تفضل واهلا وسهلا، لا والله بس اثنين ثلاثه يقفلوا والبقيه مستريحين وضاربي عرض الحياه وما مهتمين. تمام يعني؟ فهاي الحاله شو صح لها؟ صح لها تاكيفلاكسيس اوكي. ومثال على ذلك انه دا يقول لي البيتا 2 بالاجونست بالاستيما اضافه الى نوع من انواع العلاج، يعني هذين كلش بعدنا ما ماخذين نوعا ما. زين، هنا مطيني فد مقارنة عليهن تشرح اللي حكيناه كله فوق، يعني تقدرون تقروها باختصار، أو انتبهوا إنه بالبداية مخلي للداون ريجوليشن والدور هاي الأب ريجوليشن، اثنين هنا برولونج بالنسبة للداون ريجوليشن هو راح يكون أجونست، بالنسبة للأب ريجوليشن راح يكون أنتاجونست، هفرقوا بينها ممكن انتجي MCQ يخربطونها بها. بالنسبة للاب ريجوليشن راح تزيد عدد الريسبترات والحساسية يعني مالتها، بالنسبة للداون ريجوليشن راح تقل. تمام؟ زين، بالنسبة للاب ريجوليشن الدراك افكت مالته راح يزيد كل شوية، بالنسبة للداون ريجوليشن افكت مالته راح يقل، اضافة الى المثال بالنسبة لهنا او لهنا فهو مشروح وداعي لنا اياه ويضيف امثلة اخرى. يعني اكو امثلة راح نفهم هنا هسه، مثلا بيتا بلوكر لان شرحناه بالتفصيل، اوكي امثلة ان شاء الله بالمحاضرات الجاية راح نجي نشرحهن اكثر واكثر،
لان ما له داعي نتعمق بيهن كونه انه احنا راح ناخذن ان شاء الله. تمام يعني؟ طلع بعيني هسه راح ناخذ فتشي اسمه دوز ريسبونس ريليشن شيب، العلاقة بين الجرحة والاستجابة. معلومات جدا حلوة ولازم انه احنا نفهمها. شوفوا طلاب، يقول لي يا عيني ان كل ما يزيد، كل ما تزيد الادراك، كل ما يزيد الكونسنتريشن مال الادراك، تمام، فالفارماكولوجيكال افكت يعني التأثير اللي راح ينتج هذا الدواء راح يزيد، تمام، لحد ما اوصل للماكسيموم افكت، يعني للافكت الاقصى شيء اللي ممكن انه اني اقدر اوصل له، تمام، كل ما يزيد الكونسنتريشن مالت الادراك. زين شوفوا طلاب، اكو فد هذا مفهوم لكم دخل به، تعلمنا على هذين المصطلحات اللي هن البوتنسي والافيكيسي، جدا مهمات لازم نشرحهم بالتفصيل. شوفوا طلاب، خلي بس بالبداية نعرف شنو معنى كلمة بوتنسي وشنو معنى كلمة الإفيكيسي وبعدين نرجع نقراهن. طلاب البوتنسي معناته قوة العلاج، يعني يابا انت يا العلاج قوي لو مو قوي، تمام، يعني اكو علاجات ضعيفة مو ذاك القد او اكو علاجات قوية. زين لعد الإفيكيسي شنو هو؟ طلاب الإفيكيسي هو حجم الاستجابة اللي يسببها الدواء لما يتفاعل ويا المستقبل، يعني بغض النظر عن إن هو كان علاج قوي أو علاج ضعيف، أنا ما لي دخل بعبارة هاي المرحلة، وإنما راح أروح لمرحلة إنه أشوف هذا العلاج بيحظ ويجي يتفاعل لي ويا الريسبتر، لو ما بيحظ ما راح يتفاعل لي ويا الريسبتر ولا راح يسوي لي أي شيء ولا راح ينطيني استجابة. طيب يعني نقصد يتفاعل لي ويا الريسبتر يعني راح ينطيني استجابة، تمام، يعني هو مدام دخل بالباب يعني من الباب يعني مدام دخل من الريسبتر ف يعني اوريدي راح ينطيني فد استجابه معينه بالخليه، تمام يعني. زين هسه تعالون على هذا الرسم نفتهم السالفه بالتفصيل الممل. شوفوا طلاب، هنا هذا العلاج وهذا من التدرجات مالته، هنا تقريبا يعني خلي نقيسها بوحده الملي جرام مثلا، هذا العلاج هنا واحد، هنا 2 3 4 5 6 7 8 9 وهذا 10 وهنا لحد 100، اوكي. زين وهذا شنو هنا طلاب؟ هذا الريسبونس، هذا الاستجابه، وهنا هذا وحده القياس مالته، ما لكم دخل بها، عفوا. هسه مثلا ضرب لي مثال، شو يقول لي؟ ثواني بس خل امسح، انا مشكلتي من اشر صير هو سهل. شوف حبايب، باع عندي علاج اسمه اكس وعلاج اسمه واي وعلاج اسمه زت، اوكي. العلاج اللي اسمه اكس طلاب هو بمقدار اقل من 1 ملغرام، تمام، مقدار اقل، خلينا نعتبره مثلا هنا هو يعني 0.5، تمام شنطاني انطاني ريسبونس كلش عالية، اوكي، يعني كمية قليلة من عنده انطتني ريسبونس عالية، استجابة عالية، انطتني الاستجابة فوق 2، ماشي. زين العلاج اللي اسمه واي، لا والله الا زيدت الجرعة مالته، تمام، سويتها مثلا 0.7، اوكي، يلا انطتني ريسبونس اصلا اقل من الريسبونس اللي انطتني اياه الاكس. خلي اعيد يلا اكمل. شوف حبايب، عندي هذا العلاج اللي اسمه اكس تقريبا انطيته بمقدار 0.5، والعلاج اللي اسمه واي انطيته بمقدار 0.7 ملي جرام، تمام عيني. اني الاكس انطيته نسبة كلش قليلة 0.5 وشوف الرسبونس مالته فوق 2، بينما الواي انطيته اكثر 0.7 اكثر من 0.5، تمام، وانطتني الرسبونس اقل من الاكس، اوكي. زين خلينا نشوف على العلاج الزيت. العلاج زيت طلاب انطيته مثلا خلي نعتبر شقد، مثلا 4، ماشي، انطيته بمقدار 4 ملغرام، يلا شوف شقد انطيته، 4 ملغرام، يلا انطاني نفس الريسبونس مالت الاكس، يعني الاكس هو من كان 0.5 يوازي لي هذا الواي، يوازي لي عفوا الزيت لما انطي مقدار 4، اوكي. فهاي طلاب، هاي اللي انطاني اياها الريسبونس
اوكي هاي شو اصيح لها؟ هاي طلاب اللي اني اصيح لها، اصيح لها الافيكيسي، الاستجابه اللي دا ينطيني اياها الدواء، تمام عيني؟ تمام. بينما البوتنسي هو هذا المقدار اللي اني دا انطي، هذن الارقام اللي كتبناها 0.5 0.7 هنا اعطيناها 4. ليش ان هذن الارقام؟ لان هو مقياس لكميه الدواء على مود انه اني انتج تاثير معين. Is measure of the amount of the drug necessary to produce an effect of given. شوف طلاب، يعني شو معناته؟ معناته إن أنا دا أقيس كمية الدواء اللي أنا أحتاجها على مود أنتج التأثير الهواية اللي أريد أوصل له أنا، تمام يعني؟ تمام. طلاب يعبرون عن هذا البوتنسي بفتشي، يعني شو نقول؟ يعني أنا ما راح أجي أشوف هذا العلاج إيش قد قوي أو لا، أو إنه راح أقيس الكمية مالته، ما أقيسه ككله، لا أقيس نص من عنده، تمام؟ وأشوف إيش قد. فهذا النص من عنده شو يصحوا له؟ يصحوا له half maximum affected concentration، يختصونه بهذه العبارة اللي هي الـ EC50، تمام يعني؟ على مود إنه أنا أحدد البوتنسي. زين، وهسه هذا الـ EC50 هم راح نشرحها مرة ثانية. شوفوا طلاب، يعني تعرف شلون أقول لكم إياه، بس معناته إنه أني شلون نقول مثلا، يعني هذه 0.5 خلي نعتبرها هي بالأصل 1 ملغرام، أوكي؟ فأني ما راح أقول قوة هذا العلاج اللي هو أصلا 1 ملغرام، لا راح أقول قوة هذا العلاج اللي مقداره 0.5. هو يعبرون عنه بهذه الصيغة، ما يعبرون عنه بالتركيز الكامل مالته، وإنما راح يعبرون عنه بنصف التركيز، أوكي؟ اللي هو الـ half maximum effective concentration، نصف التركيز العالي مالته، يعني نصف التأثير الأصح، كلمة الأصح، نصف التأثير العالي مالته، تمام يعني؟ تمام. بالنسبة للـ efficacy قلنا هو حجم الاستجابة اللي يسببها الدواء لما يتفاعل لي ويا مستقبل. ويقول لي يابا الإفيكيسي على شنو يعتمد؟ طلاب هذه مهمة شوية، أريدكم تركزوا لي بيها، كلها هيك حددوها بلون مميز، أوكي؟ مهمة هذه الفقرة. شو يقول لي؟ يقول لي تعتمد لي على النمبر of the drug receptor complex اللي قلنا هو عبارة عن لما يجين الدرج يرتبط له ويا الريسبتر، نصح له هذا drug receptor complex، تمام؟ إضافة إلى عوامل شو نقول أو القوة مالت العلاج نفسه، هو هذا العلاج بحاض يشتغل ما يشتغل، تمام؟ and ability to the activate the receptor and causes cellular response، يعني مثلا يجي يتفاعل ويا الريسبترات ويؤدي لي الى فد وظيفه معينه. فهذا كله، هذه الاشياء كلها راح يعتمدن على انه هنا ينطني افيكيسي، يعني كل ما انه تصير التغيرات هواي بالخليه واستجابه جيده بالخليه، فهذا اقول الافيكيسي مالته عاليه. كل ما الدواء بيحض ودا يشتغل ودا يؤدي الوظيفة مالته، هذا أقول الإفيكيسي مالته عالية. كل ما أشوف دراج ريسبتر كومبلكس يعني مشغولات وعددهن هواية، أقول هذا الإفيكيسي مالته عالية، تمام عيني؟ تمام. توقع لهنا صار واضح، وهذا الشرح اللي هنا هو اللي حكيناه فوق نفسيته. زين، هسه راح نجي على فد شغلة حلوة اللي هو الثيرابتيك إندكس، يرمزوا له آي تي. شوفوا طلاب، هذا اشيروا لي على هاي العبارة، وإذا تحبون كتبوها يمكن مهمة. شو هذا ليش ما يأشر هنا؟ تعال ما أشر لي هنا، ما يرضى يأشر، نأشر بهذا. شوفوا طلاب، هذا الثيرابتيك إندكس هو يقيس لي درجة السلامة. يعني شنو طلاب؟ يعني مثلا تنطي علاج الشخص معين، تنطي مثلا بمقدار 4 ملغرام، أوكي؟ وتنطي علاج ثاني بمقدار 6 ملغرام، أوكي؟ العلاج الأول إذا تزيده تسويه مثلاً 6 ملغرام، شوفوا طلاب خلينا نعيد، عندي علاجين، واحد من العلاجات هذا عندي علاج A وهذا عندي علاج B. هذا العلاج A تنطيه 4 ملغرام بالبداية، والعلاج B مثلاً تنطيه قول هماتي يعني بأربعة ملغرام، لا نغير. زين، العلاج أي لما توصله 30 ملغرام المريض ما يتسمم ولا صار عنده أي شيء،
بينما العلاج بي لما تنطيه نقول 6 ملي جرام راح يصير عنده تسمم. فأكو علاجات خطيرة أدير بالي من عندهن، تمام؟ ما أزيد الجرعة بكيفي. أكو علاجات لما أشدها بالمغذي يكون كل ساعة كل نص ساعة أروح أشوف هذا الشخص وصل لمرحلة صار بيه تسمم لو لا، لأن خطيرة. تمام عيني؟ تمام. فبصورة عامة إنه هو يقيس لي درجة السلامة. أوكي، ممكن إنه أنا أحصل عليه من خلال هذا القانون الحلو اللي كاتب لي إياه هنا، اللي هو الدي تي 50 على اي دي 50. شنو هذا طلاب؟ هذا الدي تي معناته الميديان توكسيك دوز، يعني النص، يعني شلون نقول المقدار المنتصف اللي يسبب لي توكسيك، اللي يسبب لي تسمم، على الافكتد دوز، على اللي هي الجرعة اللي أصلاً ممكن إنه تؤدي لي الاستجابة المعينة. تمام يعني؟ تمام. فيعني مثلاً خلينا نقول إنه هذا العلاج المعين إنه ممكن إنه يوصل لدرجة التسمم. يعني احنا ما نقدر نعطي ارقام معينه، لكن الطلاب مثل ما حكيت لكم على هذا على هذا المثال، قلت لكم انه اذا انا انطي بمقدار 4، 2 هين ما بيهن شيء، واحد لما اوصله 30 بعد ما صار عنده تسمم، واحد لما اوصله 6 ممكن انه يصير عنده تسمم. تمام زين، وهذا القانون مالته مهم. وبعد فد شغله منطيني اكزامبل طلاب، الوافرين والبنسلين. بالنسبة للوافرين يقول لي هذا عنده نورو ثيرابيتيك اندكس، اصلا المفروض يقول ثيرابيتيك ويندو، لان ثيرابيتيك ويندو هاي كاتبته هنا هي المنطقة اللي اقدر اني اعالج بها بدون ما يصير لي تسمم. يعني مثلا من 4 إلى 30، تنطي 5، تنطي 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، لحد ما توصل لل 30، هذا كله انا اصح له ثيرابيتيك ويندو، يعني المدى اللي انا اقدر انطي بيه واني مرتاح ومطمن انه ما راح يصير عنده تسمم. تمام عيني؟ تمام. فيقول لي الوافرين عنده نورو ثيرابيتيك اندكس او ثيرابيتيك ويندو، يعني المدى مالته قليل، يعني نقدر نضرب الوافرين على المثال بي طلاب، لان المثال بي قلنا انه هو من 4 إلى 6، يعني اقدر انطي بس 4.5، 4 وأكثر من نص، 4.9، 4.8، 5، 5.5، 5.6، 5.8، 0.8 اقصد بوينتات طلاب لحد ما اصل الستة، فهذا نورو ثيرابيتيك ويندو. بينما البنسلين لا، هذا راح يكون واي ثيرابيتيك ويندو. هذا البنسلين حاله حال الاي، من الاربعه للثلاثين ايش قد ما تنطي الخير ومدتيته ما راح يصير تسمم. تمام يعني؟ وهذا الفيجر هو اللي موضح لي هنا، كاتب لي الادراك السيفتي مالته، يعني السلامه مالته، وهنا محدد لي اياها. تمام يعني؟ تمام. فشوف طلاب هذا التطبيق على هذا القانون، التي اش يقول لي، يقول لي تي دي 50 على الاي دي 50. التي دي شوفوا مثلا هذا العلاج معين انه هو 100، وتقسمونه على الاي على الاي دي تي 50، ويطلع المقدار اللي انا ممكن ان انطي بيه العلاج، وبالتالي انه هو يبقى سليم. يعني احسن من ما انا اظل احسب من 4 لحد ما اوصل من 30، اقول 5، 6، 7، 8، فطويلة ترى. وأكو جرعات ما تطيهن بأرقام صحيحة، ممكن تطيهن بعدات كسرية، فبالتالي تصعب عليك السالفة. فتخلي هذا القانون ببالك وطبق عليه هذني الأشياء اللي أنت لازم تطلعهن وعارفهن، ماشي؟ وتقعد الأمور تمام إن شاء الله. تمام يعني، فهسه إن شاء الله هذا يكون واضح. يعني هذا كل ما أبي اللي هو الثيرابيتيك اندكس. بس الطلاب راح نجي نشرح على الانتاغونست، طبعا اللي احنا اخذناه بالمحاضرة الاولى، واللي حكينا عليه هواي، قلنا انه هو اللي لا يرحم لا يخلي رحمة الله تنزل، ما ادري شنو. بس هذا البلية طلع فيه 6 انواع، كارثة، 6 ان شاء الله بس هذني وتخلص هاي المحاضرة. ماشي، شوفوا طلاب، النوع الأول شو اسمه الفارماكولوجيكال انتاغونست. طبعا هذا النوع طلاب بي نوعين ثانيات، اللي هن الكومبتيتيف والنون كومبتيتيف. زين خلنا نفهمه سوا شنو. بالبداية يقول لي يابا انت مو عندك هذا الانتاغونست، راح يجي ينافس لك الاغونست على السيم ريسبتر. يعني انت عندك هذه خلية وهذه بيها ريسبتر معين، من المفترض انه يجي يقعد عليها منو؟ الاغونست. تمام، بس انت هسه حبيتي لسبب معين
عوفكم من السبب شنو، بس من المفترض انك تخلينا انتاغونست. تمام، هنا يقول لك راح تصير منافسة بين الاغونست وبين الانتاغونست بأهو السبع طلع دم. زين، فهذه الحالة طلاب انه ممكن الحالة ترجع، يعني مثلا ممكن انه يقعد هنا اغونست، اوكي، ممكن يجي يقعد هنا انتاغونست، واحد من عندهم. تمام، هاي الحالة ممكن انه شلون نقول، هو بالبداية كان قاعد هنا اغونست، ماشي، لسبب ما انه انا راح ازيد مثلا جرعة مال الانتاغونست، راح نتفر هذا الاغونست الموجود ويجي يقعد الانتاغونست حضر الجناب هنا بالريسبتر. تمام عيني؟ تمام. يقول لي شلون هذا الشيء ممكن انه يرجع، يعني او يصير بيناتهم تنافس او كذا. يقول لي لما اني ازيد الجرعة increase concentration of the drug agonist the antagonist، يعني لما أنا أزيد الجرعة مال الأغونست ممكن ألغي تأثير الأنتاغونست، أو العكس، لأن هو reversible، ممكن إنه يرجع. تمام يعني؟ مثال على ذلك الانتيهستامين ممكن إنه يسوي لي مقارنة أو تنافس مع الهستامين على نفس الريسبتر. زين، هسه يعني الفكرة مو كلش تمام تكونت عندنا، خلينا نشرح النون كومبتيتيف، تمام، ونقارن بين الكومبتيتيف والنون كومبتيتيف. زين، يقول النون كومبتيتيف طلاب انه هذا الانتاغونست لما يرتبط، ماشي، ما ممكن انه يرجع. يعني شلون؟ يعني لما يجي الانتاغونست يرتبط بالريسبتر خلاص، بعد لو تنقلب الدنيا ما يوخر هو. تمام، هذه الحاله اللي هي النون كومبتيتيف. يعني مثلا الحاله الاولى طلاب، شوفوا عيني، خلي نمسح ونرسم من جديد. يعني هاي انا عندي خليه، ماشي، وهذا انا عندي ريسبتر مالتها، ما ريسبتر معود، ريسبتر ما يشتغل بعد، اي هذا الريسبتر. ممكن اني قبل شويه لما حكينا قلنا ممكن انه اني ازيد الجرعه مالت الاغونست وادفر الانتاغونست وتخلص السالفه. تمام، هنا طلاب، هنا اذا اجى حضر الجناب الانتاغونست وقعد، بعد لو مو زيد الجرعه لو تنقلب الدنيا ما راح تقدر انك تدفر الانتاغونست وتطلع. فبهاي الحالة انصح لها irreversible، غير انعكاسية، ما ممكن انها ترجع. تمام، to the site on the enzyme then agonist. يقول النون كومبتيتيف agonist انه انا ما راح اقدر اتغلب عليه حتى لما انه انا ازيد الconcentration مالت الدرج مالت الاغونست. تمام، عند تمام. او مثال على ذلك اللي هو السكسينايل كولين is irreversible نيورو مسل بلوكر. يعني هو هذا عبارة عن نوع من أنواع العلاجات، إن هو شغلته إن هو نيورو مسكرال بلوكر، إذا قعد بعد ما يخلي أحد يجي مكانه. تمام، تمام، هذا النوع اللي هو أطول نوع بهن تقريبا. زين، نجي على هذن الحلوات اللي كل واحدة كاتبين عليها سطر، اللي هو الفيزيكال أنتاغونست. الفيزيكال أنتاغونست طلاب، هذا شوفوا هو صعب بالفهم صراحة، يعني بس شوية شوية نحاول إنه نفهمه. الفيزيكال طلاب إنه أني أروح، شوف كاتبتها هنا، أقروها بالضبط، أروح الغير ريسبترات أفعلهن فينطيني تأثير إيجابه تأثير الأغونست فيشتغله كأنه أنت أغونست، أو كل شيء ما افتهمنا وبطتنا بطت بطتكم. شوفوا طلاب، سالفة شنية هذا الفيزيولوجيكال أنت أغونست، إنه أني ما راح اروح للريسبتر الاصلي. يعني هاي اني نرجع للخليه مالتنا، هاي الخليه مالتنا وهذا الريسبتر مالتها، اني هنا مستحيه ما اقدر اطب من الباب الرئيسي. تمام، فراح اطب من الباب، شايفين البيبان مال الشارع مرات يكون بيها باب صغير وباب كبير، يعني هاي المده راحت بس ما يخالف حتى نتذكر السالفه. اذا تنتبهون للبيبان مال الشارع انه مرات اكو عندهم باب صغير وباب كبير، سواء واحد بصف الثاني، اوكي، فيقول لك هذا الباب الكبير لما يريد الوالد يدخل السياره نفتحه، وهذا الباب الصغير يعني نقدر ندخل من عنده وعادي الموضوع. ف الفيزيولوجيكال انتاغونست طلاب هو ما راح يروح للباب العادي اللي كل اللي تدخل من عنده السيارات. تمام، راح يروح للباب الثاني الصغير، اوكي، بس هو ينطيني نفس التأثير، نفس التأثير. يعني شنو مثلا، هو إذا فد شخص مثلا اسمه شو اسم
مثلا إسراء، نرجع لإسراء، أنا مثلا إذا إسراء دخلت من الباب الكبير راح تختلف عن إسراء اللي تدخل عن الباب الصغير؟ لا طبعا، هي إسراء وحدة، ماشي؟ فراح تنطيني نفس التأثير بالجية مالتها. يعني أنا لما أروح أستقبلها قابل، إذا طبت لي إسراء من الباب الكبير ما راح أستقبلها زين، وإذا طبت لي من الباب الصغير أستقبلها زين؟ لا، ما راح تفرق، ما راح تأثر علي، تمام عيني؟ بس هنا سالفة شوية مختلفة، يقول لي إنه أنا أروح الريسبتورات ثانية أفعلهن، تمام؟ يعني أروح الباب ثاني أفعله، أدخل من عنده إسراء، فينطيني استجابة معينة تجابه لي التأثير مالت الأنتاغونست. يعني كأنه هي لما نطب لي إسراء داخل البيت كأنه هي طابت لي من الباب الكبير. يعني أنا من المفترض إنه أخلي لافتة أقول يا بإسراء تدخل لي، من المفترض إنه هي من الباب الكبير. يوما ما طبت لي إسراء من الباب الصغير، هذا ما حتم علي إنه أنا أقلب الدنيا وأقولها ليش طبيتي لي من الباب الصغير. لا خلاص، عادي، إذا عجبك أدخلي من الباب الصغير، ماكو أي مشكلة. هم تي لما دخلت لي إسراء، صحيح هي ما دخلت لي من البوابة الرئيسية، بس راح تنطيني تأثير إيجابي كأنه هي دخلت لي من البوابة الرئيسية، تمام. منطيني عليها مثال. بصراحة هذا المثال ما راح نفهمه هسه، يقول التسمم القلوي وكذا، يعني احنا ما ماخذين التفصيل عن هذا الموضوع، فاحفظوه هيك كمثال، وبعدين ان شاء الله اكيد بالمحاضرات الجايه راح ننتقل التفصيل عنه. زين، الكيميكال انتاغونيزم يقول لي هذا راح يعتمد لي على التفاعلات اللي راح تصير لي بين دراج ودراج انتراكشن. مثال على ذلك ال NaHCO3 وال HCl. ال HCl اللي موجود لي بالمعده، مرات انه اكو اشخاص معينين يصير عندهم هايبر اسيديتي في أطياف الحامضية، فأني على مود أقلل من الحامضية راح أستخدم كيميكال أنتاغونيزم، فبالتالي راح أدخل دراجات معينة، تمام، راح تشتغل أنتي هايبر أسيديتي، يعني راح تشتغل ضد الهايبر أسيديتي، يعني راح أسوي ليها هايبر أسيديتي، تمام يعني؟ تمام. بينما الفيزيولوجيكال والفونكشنال أنتاغونيزم يقول لي by which the opposite effect of two drug on two different type of a receptor. يعني هنا شنو طلاب؟ يعني هذا النوع صراحة انه يعني شو يقول لك؟ يقول لك يابا انت عندك ريسبترات اثنين وراح تشتغل عليها علاجات اثنين مختلفات، تمام؟ هو هذا المثال، يعني بصراحة ما اعرف وين يريد يوصل بي، بس هذا اللي فهمته، انه انا عندي شنو؟ عندي دراجات اثنين طلاب، هذا شوفوها، عندي دراجات اثنين وراح يروح على different type of the receptor، تمام يعني؟ تمام. مثال على ذلك الهستامين والأدرينالين، مختلفات ذن اثنين هنا واثنين راح يروحن على ريسبترات مختلفة، تمام يعني؟ يقول لي هذا ممكن نستخدم الأدرينالين رد الفعل التحسسي الشديد الآخر. زين، راح نجي على الفارماكوكينيتيك أنتاغونيست. يقول الطلاب by increase the metabolism and excretion of the drug. شوف طلاب، هذا راح ندرسه إن شاء الله بالمحاضرات الخاصة بالفارماكوكينيتيك. طلاب، الفارماكوكينيتيك شنو معناته؟ الفارماكوكينيتيك معناته الجسم إيش راح يسوي للعلاج، تمام؟ هاي شرحتها بأول بداية المحاضرة الأولى. الجسم ايش راح يسوي للعلاج؟ راح يسوي عليه ميتابوليزم، يعني مثلا راح يسوي له البداية امتصاص وهاي الأمور لحد ما ينتهي بالمطاف، انه يستفاد من جزء من عنده، يطرح من جزء من عنده، اوكي؟ فأنا هنا بهذا المثال شنو اللي راح اسوي؟ انه راح ازيد الميتابوليزم والإكسكريشن مالت الدراج، تمام؟ على مود شنو؟ على مود تحرض لي انه راح تزيد لي الميتابوليزم بسرعة، ما اكو انزيمات راح تزيد لي الميتابوليزم، تمام؟ يعني مهم مو ذاك القد هذا المثال، لأن صراحة أهم شيء من هذا الحكي كله، أهم شيء هذا أول واحد والثاني واحد والثالث واحد، بقي ذني يعني. المهم خلينا نكمل. الألاستريك أنتاغونيست طلاب، هذا شنو؟ هذا يقول لي يا بي لما يجين الأنتاغونيست يرتبط لي بأنذر سايت أوف ذا ريسبتر. يعني طلاب ترى الريسبترات بها سايتات، ريسبترات بها سايتات، حلو عشان العبارة، يعني بها مواقع معينة ترتبط بها الأشياء اللي راح تجي، الليجند اللي راح يجي، تمام يعني؟ فمجرد إنه الأنتاغونيست بمكان ما يرتبط بهذا السايت رقم واحد مثلا، يرتبط له بالسايت رقم اثنين،
تمام. على ذلك مثل منطيني عليه نوع من أنواع الأدوية اللي هو يستخدم إنه يسد لي قنوات الكالسيوم، تمام، فبالتالي راح يزيد لي من ارتفاع ضغط الدم، يسوي لي ذبحة صدرية إلى آخره. وهذا شلون يزيد من الكالسيوم كذا إن شاء الله بالمحاضرات الجاية لما ناخذ بالتفصيل عن الهارت وكذا راح تتوضح. ماشي صحيح، هو أشياء قلت لكم راح ناخذها بالمحاضرات الجاية، بس حرفيا دخلنا بمتاهة ودخلنا معلومات كثيرة، ف هي موجودة بالمحاضرات الجاية، لو مو موجودة أنا ما كان أجلتها، تمام يعني. ولهنا خلصت المحاضرة، إن شاء الله يا رب يكون الشرح مفهوم وواضح، ألتمس بكم العذر مقدما إذا أخطأت بأي شيء، ويا رب كل التوفيق.